حياكم الله أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامج الفرات، داركم والفرات هي دائما داركم وعنوانكم. اليوم عندنا كثير من المواضيع المهمة، وبالبداية نقول لكم صباح الخير والأمل والسعادة والطمأنينة على كل شعبنا العراقي من الشمال إلى الجنوب ومن أقصاه إلى أقصاه. مواضيعنا المتنوعة راح تكون من جميع محافظات العراق، إن شاء الله نحاول بهذه الساعة التلفزيونية. وكذلك نرحب بمستمعين برنامج الفرات داركم عبر أثير قناة الفرات وإذاعة الفرات بكل تأكيد. لكن قبل أن نبلش مشوار حلقتنا لهذا اليوم، رحب بزميلتي آمنة. حياك الله يا مساعد عليك يا آمنة. حياك الله يا علي، وصباح الخير عليك، وصباح الخير لكل مستمعينا عبر إذاعة الفرات وعبر أيضا شاشة الفرات وين ما تكونون. صباح الود، صباح المحبة. فاصل قصير ونرجع لكم، خليكم ويانا. بغداد جئتك كالسفينة متعبا، أخفي جراحاتي وراء ثيابي، أنا ذلك البحار أفنى عمره في البحث عن حب وعن أحبابي. بالتالي اليوم جمال بغداد والصور الجميلة متعنونة بجمالها وجمال ناسها الطيبين والرائعين. ويقول الشاعر أيضا: أبغداد لا أهوى سواك مدينة، وما لي عن أم العراق بديل. بالتالي احنا اليوم بكل تفصيلة معينة بجمال الخالق بنشوفها بكل مدينة وبكل زقاق من بغداد ومحافظاتنا. صور بغداد الجميلة، كذلك صور الفنانين الجميلة، لما الفنان التشكيل لما يسوي لك صورة إبداعية مهم جدا اليوم عنونة من خلالها، ورسائل الفنان تكون من خلال الفرشات اللي عنده. مثل ما احنا إعلاميين اليوم عندنا رسائل نقدمها للمجتمع، وإن شاء الله تكون رسائل إيجابية إلى كل المجتمع، لكن الفنانين لهم دور كبير. تحب الرسم؟ أكيد. زين، شو رأيك أخذك لمعرض تشكيلي مهم جدا وجميل بكثير من اللوحات اللي تنطي الطابع الإيجابي بألوانه الزاهية؟ إذا خلينا نذهب إلى الناصرية ونشاهد المعرض التشكيلي. شاهدت هناك تطور بالمخرجات المادية بالنسبة للفنون بأقسامها، بالنسبة للتشكيلي من ناحية الإنتاج هناك إنتاج مختلف تماما عن باقي السنوات، خاصة في لوحات الجرافيك من ناحية تناولها للمواضيع، ابتعدت عن الكلاسيكية المتعارف عليها. كذلك بالنسبة للعروض المسرحية كانت عروض جيدة بمقارنة بمستوى خريجين المرحلة الخامسة مشاريع تخرجهم. شاهدنا مواضيع تخص مواضيع سياسية وكذلك مواضيع اجتماعية تخص المجتمع وتناقش الوضع الحالي. كذلك الخزف كان إنتاجه مختلف، الألوان المستخدمة مغايرة، حقيقة شيء مشرف لمحافظة الديوانية أن تقام هكذا مهرجانات سنوية وليست مهرجانات كلاسيكية المتعارف عليها اللوحات الكلاسيكية. حقيقة نفتخر بوجود هكذا مهرجانات، ونتمنى أن يكون هناك دعم لهذه الطاقات، ونتأمل خير حكومتنا.
معرض فنون الجميلة 16 نقدم لوحاتنا السنوية، تكون تجاربنا بنهاية السنة وهي نفسها دراساتنا، تكون النتائج النهائية. طبعا المعرض كلش مهم على مود الشاب الفنان يبرز مواهبه للأساتذة وللجمهور اللي يجي، الجمهور الفني الموجود بالديوانية، وتكرار المهرجان كلش مهم ولازم يكون يعني أكثر من مهرجان بالسنة على مود تطلع التجارب نسبة أكبر. كانت الأعمال بالنسبة للتشكيلي أعمال جدا جميلة، أعمال زيتية تحمل مواضيع معينة وكثيرة، منها التراث العراقي، منها كلاسيكية قديمة. كانت الأعمال أمانة يعني فعلا قوية بالنسبة لمجهود طلاب معاهد، أهنيهم على هالطاقات الكبيرة. طبعا وعندنا مادة الجرافيك كذلك كانت أعمال مميزة تختلف عن باقي السنوات، مما أضافوا منها لمسات مثل ما نعرف أنه الجرافيك أغلبيته ما بين اللون الأبيض والأسود، هم أضافوا لمسة حداثة مثل ما نقول، أضافوا ألوان متعددة حتى تعطي للوحة روحية وجمالية. إذن شاهدنا هذا المعرض التشكيلي من محافظة الديوانية. أنا خطأت يعني ما أعرف، أحب الناصرية وما أعرف، أشوف كل المحافظات هي بنفس النكهة بنفس الجمالية والإبداع، فهذا اللي كان من محافظة الديوانية وإبداع طلبتنا. طبعا أيضا كلام جميل جدا أمنا لما قلتي، أنا أحس كل المحافظات هي بلد واحد فعلا، إحنا كل إحنا المحافظة هي واحدة، تكون لما نروح مثلا إلى الشمال إلى الجنوب كل إحنا عراقيين، كل إحنا نتميز بالعراقية الأصيلة والغيرة العراقية اللي موجودة، وبالتالي لما نشاهد الرسام لما يرسم هذه الألوان جميلة. طبعا أنا من محبين الرسام على مثلا الطبيعه، مثلا مناظر طبيعيه كذا تضيف لي فد شيء، كذلك انه احب اروح للطبيعه، يعني من ضمن الفقرات اللي كلش احبها هي ريف اهلنا، لما ياخذونا الى المساحات الخضراء اللي نشوف من خلالها نتعرف على الناس هناك شلون عايشين، البساطه اللي موجوده، شنو رايك انا بهذه الفقره؟ يعني انت تقول قاعد توصف الجمال كله، الماء والخضراء والوجه الحسن في ريف اهلنا. خلينا نتابع فاطمه الساعدي شنو عدت لنا من اجواء جميله جدا في ريف اهلنا. ومعانا حجي ثاني، سلام عليكم. عليكم حجي. السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف على اسمك؟ أبو طارق الحسناوي. والنعم. حجي أبو طارق، هذا زرع لكم غير؟ أي الحمد لله. من شو وقت تبتدون بنثر الحنطة؟ والله هذا يبتدأ نثار موسم الحنطة 23-24 بشهر 11 تقريبا، 15-11، وتبدأ لحد تقريبا نهاية شهر الرابع تبدأ موسم الحصاد عندنا. هي. الشعير والحنطة. أسأل الحاصدة أو الدرازة قدامكم. هذا موسم الحصاد هسه الحالي. احنا من منطقة الحيدر ناحية العباسية قبائل الكوفة مع وضة النجف الأشرف، هذا الحصاد قدامكم، هذا رزق الفلاح. اي كمل. هذا هسه موسم حصاد بدأ عندنا، موسم الحصاد. الحنطة بدورنا نسوقها للدولة سلوات الكوفة، ومن بعدها نسلم مستحقاته، والحمد لله والشكر. وهي حياتنا الريفيه، انتم شوفوها قدامكم. يعني الدوله تشتري من عندنا؟ تاخذها من عندنا، تستقبلها الدوله. مع العلم هذا الحنطه بدون دعم حكومي، بدون دعم حكومي، يعني على الفلاح. ايش كم طن يصير كل غله الدونم الواحد من طنين الى طن ونص. غله الدونم الواحد. وبالسنه بس مره واحده تقدرون؟ بالسنه نقدر مره واحده. كانت هاي اراضينا تزرع شلب، يعني هاي ثلاث سنوات ذا نجي حافي احنا نسميه بالنسبه للفلاح لشحة المياه نهر الفرات. أي. وحرماننا من زراعه محصول الشلب العنبر. ايه هاي اراضينا تمتاز بزراعه شلب عنبر من الدرجه الاولى. هسه من عونه صار ثلاث سنوات لشحة المياه، حاليا هسه احنا نزرع موسم حنطه. بس حنطة يعني فقط والشلب حنطة. هو النجف معروف يعني معروف الشلب معروف بالشلب والعنبر، بس احنا من شحة المياه
شلونكم ويا التمور والنخيل؟ التمور عندنا لا, لا 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 همين عندنا هنا انواع التمور وجاي اصناف كلش هوايه عندنا وجاي هسه الفلاليح اللي موجودين هاي مناطقنا جاي تتفنن بعده اصناف. حجي بما ان حضرتك من طفولتك عايش ويا السنبل والحنطه شنو يعني لك هذا الزرع الاصفر هسه من تشوفه وتشوف انه ثمر هذا تعبك جاي يطلع وتحصد وتحصل من عده مصرف مثلا يعينك ويعين عائلتك؟ والله هذا مو بجواب جواب اي فلاح يعني يعني له هو روحه هو حياته هو هذا الزرع. هذا الزرع اللي لازمته انت ليش؟ لان قوته هذا اذن الزرعات هسه يمكن لو تبدلون هنا براتب تبدلون شو اسمه ما يقنع الا زرع. هسه لو يعطونك مليونين ابد ما الا زرع لازم زرع الا زرع لان يعطونك بالنفط ابد ما بيها مجال الا يزرع. الله شاهد مع العلم عنده قوه الفلاح مو ما عنده يعني بس هو لازم يزرع هاي الارض هاي احنا اهلنا يقولون اذا ما تزرع حشاور بيك. والله اذا ما تزرع حشاور بيك احنا وعينا على هذا الارث اللي ارثوه اهلنا واجدادنا انه هاي ارضنا وهاي قاعنا احنا. انا بالنسبه لي يعني اسولفش عن نفسي غير اي انا والله وعيت على الاخ ابو حيدر هو اخونا الكبير. ايش كم سنه يكبر من عندك؟ يعني تقريبا حدود 6 إلى 7 سنوات. زين اي والدي الله يرحمه ما وعيت اللي قلت لك وعيت على ابو حيدر هو اللي علمنا على الشغل الارض والزراعه وارثنا ودللنا والله بس شنو تعلمنا من عده دروس على الحياه. اي لا والله كأب هو ابنه هو ابونا. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد مشاهدة هذه الفقرة. شكرا للزميلة فاطمة الساعدي على أعدادها. اليوم جميل لما نشاهد الزراعة تتطور أكثر ويكون المحاصيل بشكل أكبر تغطي السوق العراقي. هذا مهم جدا تسليط الضوء عليه من خلال برنامجنا. وبالتالي احنا اليوم نتطرق الى كثير من الامور الجميله جدا في موضوع الحنطه وموضوع الريوق. شنو رايك في موضوع الريوق والبسطيات البسيطه اللي تكون دائما اشكالها اللي تكون مختلفه وبموضوعها؟ احنا اليوم بموضوع الاخبار، اهم الاخبار اليوم اللي نتناولها بالصباح، يعني انت اليوم تهتم بموضوع الاخبار؟ احنا حلو من خلال برنامجنا وهذه الانطلاقة الجديدة فقرة مهمة جدا نتعرف بها على اهم الاخبار. مرات احنا ننام من وقت فما نشوف الاخبار اللي تنزل حصرية، ففريق الاعداد سووا لنا هذه الفقرة حتى نتعرف عليها. نشاهد هذه الفقرة مع ابتسام موجز الاخبار ونرجع بعد. ابتداء من حزيران المقبل راح تبدي أمانة بغداد بسبع مشاريع، 5 منهم مجسرات ونفقين، فضلا عن 27 جسر للمشاة. وزارة التعليم العالي تعلن أسماء المتقدمين على المنحة الدراسية الصينية وبكل تأكيد حددت موعد مقابلتهم. قامت مؤسسة بغداد ومهرجانها الثالث لتكريم رواد الإعلام وصناع المحتوى في العراق. جاء هذا التكريم دعما لصناع المحتوى الرصين داخل العراق، وصار هذا التكريم بحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار. اللاعب علي الحمادي يرتدي العلم العراقي بعد تأهل فريقه إلى الدور الإنجليزي الممتاز، وصارت هذه الأجواء وسط احتفال كبير من قبل الجالية العراقية. شهدت محافظة بغداد وعدد من المدن العراقية تساقط بالأمطار، وتساءل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي راح تستمر هذه الموجة أم تنقطع؟
إذا جو الأمطار الجميلة جدا خاصة في الموضوع الأخير، الخبر الأخير جدا أمتع العراقيين بالأيام الأخيرة. نشوف أيام الربيع اللي حصلت فعلا ما مرت علينا قبل عشرات السنوات، وهذا اللي احنا نقول يسعدنا ويفرحنا انه الحر قل او ابتعد شوي. انا يعني عندي قصه ويا الامطار اللي اذا تجي سريع وتروح. عندي صديقه توعد وياه دائما كل ما توعد وياه تمطر، اقول لك شنو انت خير على العراقيين، اذا اردت مطرها بس اخابرك. لا عاد كل ما تحس ان الجو شويه بدا يحتر خابر صديقك على مدة. احنا موضوع حلقتنا لهذا اليوم مهم جدا، وبالتالي لما نشاهد الامطار متكرره ومتقاطعه في الجو العراقي تامل خير، لان كنت في زياره لاحد الاماكن الريفيه قبل ثلاث ايام تقريبا، قالوا انه الارض عطشان، الارض تحتاج لسقي المياه بعد ما عانت من الجفاف. موضوع حلقتنا لهذا اليوم راح نتحدث عن الانواع الجويه بصوره عامه وتقلبات الجو مع ضيف حلقتنا لهذا اليوم الاستاذ عامر الجابري مدير اعلام الانواع الجويه. حياك الله، نورتنا في برنامجك. حياكم الله، حيا الله جميع مشاهديك ومتابعيكم الكرام. سيد العزيز حياكم الله، سعد الله يبارك في ست العزيز الله. نعم، احنا اليوم نتحدث عن موجة الامطار المتقطعة. اكو توقعات لوقوع يعني وقوع امطار متقطعة في مناطق متفرقة في بغداد في المحافظات. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني فيما يخص الحالة الجوية بصورة عامة، احنا دائما في قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للنواة الجوية والرصد الزلزال وزارة النقل العراقية، عندنا قراءة استباقية، قراءة من خلال خرائطنا الطقسية بالحالة الجوية، حتى الأمطار اللي حثت تقريبا كان منوهين عليها، صار عليها فترة تأويل كبير في صفحات التواصل الاجتماعي بين هذه الأمطار لم تمر على العراق منذ 30 أو 40 سنة وراح تصير بها فد أحداث، هذه توقعات مو حقيقية كانت من الأخوة بعد هواة الطقس، ولكن احنا كنظرتنا العلمية من خلال قراءتنا لحالة الطقس، تعرف احنا قسم التنبؤ الجوي والأنواع الجوية مرتبطة بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والعراق يعني عضو مؤسس من عام 1950 بهذه المنظمه، فلذلك نعمل وفق معاييرها. فكانت لدينا الرؤيه، ولكن احنا ما نستعجل بالاخبار مالتنا لان نكون دقيقين. فحتى يمكن الحاله الاخيره قبل 48 ساعه اعطينا الحاله النهايه، واحنا نسميه التقرير التحذيري او الاستباقي، لان هذه الدوله تعمل عليه، اما تعطى عطله شنو الامور اللي مستجدات على هذا الموضوع، نحن نتحمل مسؤوليه هذا. فلذلك يعني من خلال قراءتنا رأينا بأن هناك منخفض راح يأثر على العراق، فعلا أثر على العراق اللي أعتقد صار يمكن خمسة أيام أو ستة أيام اللي كان قادم من البحر الأحمر، كان تأثيره واضح من خلال الأمطار المتوسطة والشديدة، بعدين صارت أمطار غزيرة في بعض المناطق خاصة مناطقنا الشمالية، ولكن مع الأسف كانت هناك خسائر ماديه وبشريه في بعض المناطق الشماليه نتيجه السيول. واحنا بتقاريرنا دائما ناكد اكو محور مهم، محور ان كان هناك السيول، وفعلا هذا ما حدث، يعني كنا نشير للمنطقه الشرق البلاد وصار يعني هذا ما حدث، فلحد لا يعني تاثرنا بهذا المنخفض. هسه حاليا تقريبا هذه الايام بدا صار ثلاثه ايام، يعني الحاله الجو يعني الطقس بالنسبه للبلاد للمنطقتين الشماليه والوسطى حيكون طقس غائم الى غائم جزئي، ولكن هناك فرصه لتساقط امطار مثل ما حدث قبل يومين، هذه بالاقسام او المناطق الشماليه من الاقسام الشماليه اضافه الى المناطق الشرقيه نسميها من المنطقه الوسطى، لان بدا ينحسر تاثير هذا المنخفض اللي كان قادم من البحر الاحمر. طيب استاذ، يعني هذه المنخفضات اللي اذا تحصل ما بين فتره وفتره، كيف تنظر لها الانواع الجويه؟ هل هي من الممكن ايجابيه للجو العراقي ام من الممكن بعائد سلبي تكون؟ وما محدداتها طبعا؟ حقيقه نحن المنخفضات الجويه لها مواسمها. مثلا عندنا دائما في فصل تبدا بالشهر 11 الى الشهر الثالث، عندنا مثل بعض المنخفضات والمرتفعات الجويه اللي يكون تاثيرها هي تساقط الامطار. المفروض احنا هذا العام المفروض تبدا عندنا العفو العام 23 المفروض تبدا عندنا الامطار من بدايه الشهر 11. الشهر 11 تبدا الامطار الخفيفه، وفي شهر 12 تبدا الامطار من خفيفه الى متوسطه الشده وتمتد الى نهايه الشهر الثالث. نعم. ولكن هذه الفتره قل يعني اشتداد المنخفضات الجويه، لان حقيقه حتى المواطن دخل في ياس بين هذا الموسم ما به امطار. لذلك كان ضعف المنظومات الضغطيه الجويه اللي اثر على توقف الامطار، ولكن احنا في الانواع الجويه ما كنا نجزم بان الامطار سوف تتوقف. احنا دا نقرا الحاله الجويه لان حاله علميه دا نقراها اضافه الى خرائطنا الطقسيه. نعم. اضافه الى احنا عندنا تقريبا 42 و36 محطه انوائيه عالميه تدير البلاد، اللي تعطي مركز بغداد اللي هو في مطار بغداد الدولي قسم التنبؤ الجوي كل ثلاث ساعات معلومات
لغرض ادراجها كبيانات وتسقط على الخرائط. هذه شو وقت اشتدت عندنا تقريبا في الثلث الاخير من الشهر الثالث شهر اذار، اشتدت المنظومات الضغطيه الجويه اللي صار بها تساقط الامطار، فكانت حتى كميه الامطار لهذا الموسم اكثر من الموسم الماضي، رغم يعني قله التكرارات بالامطار ولكن النسبه كانت عاليه. العام الماضي 2022 كانت التكرارات اكثر ولكن قله الامطار اقل، لذلك اشوف يعني مثل جبنا على المنظومه المنخفضات، فكل منخفض الى حالته الجويه. هسه احنا مثلا دخلنا بالمرحله الجديده، هي مرحله الربيع، احنا بالبدايه حتى الامطار تقل، يعني تكون من غزيره تكون الى خفيفه لا متوسطه الشده، ولكن احنا حاليا نشهد حتى العالم يشهد حاله عدم استقرار الطقس، التغيرات المناخيه تصير حاله مثل هسه احنا بشهر ايار، نقول الحمد لله والشكر، صار عندنا منخفض ربيعي، هو ربيعي عندنا امطار، هسه عندنا مثل امطار خفيفه، يعني نقول لان قلل الانحسار مالته، فبقت الامطار الخفيفه على الاقسام الشرقيه من البلاد. حتى الواحد يتساءل، اكو بعض الناس تتساءل تقول لك شنو السالفه؟ قبل يوم هو مطر، اليوم حاره، شنو يمكن قبل البعض يسميها نوبات الامطار تجي مثل ساعه وتروح يسموها المزنه. نعم. احنا سموها المزنه قبل، مو؟ احنا شو نسمي؟ نقول هاي فرص لتساقط زخات مطر خفيفه، يعني بها على العاصمه بغداد احتمال، يمكن على بعض المناطق صارت. لانها بتقريرنا الصبح يوم امس كنا شارين من هناك امطار على المنطقه الوسطى لكن خفيفه متفرقة. حسن. هي هاي المتفرقه. جاي. يعني بموضوع سقوط الامطار، يعني اكو توقعات عن فصل الصيف كيف سيكون؟ يعني احنا دائما نشهد انه فصل الثامن يكون حار جدا، صح. هل سيكون او ستكون درجه الحراره تفوق الخمسين او اقل من هذا الشيء؟ لما نشوف الفيديوهات اللي يسوون بيضه بالشارع وهالتفاصيل. لا شوف عيني، هو كل حاله لها قراءتها الخاصه. جيد. احنا الموسم الماضي الموسم المضى كنا نتوقع في نهاية الشهر الخامس ربع الأخير من الشهر الخامس تبدأ المنخفضات الموسمية الحرارية، اللي دائما ما هو يبدأ الموسم الحراري منخفض الجو اللي قادم من الهند يسميه الموسم الحراري، يبدأ تأثيره بالعواصف الترابية وتصاعد الغبار، ولكن لاحظنا الحمد لله والشكر حتى تقريبا نهاية الشهر السابع الشهر الثامن ما كانت اكو حركه او اشتداد بهذا المنخفض، فقط كانت عندنا حالتين يمكن تصاعد للغبار او عواصف ترابيه كلش بسيطه ما مؤثره، حدثت في تكريت وفي بغداد، يعني ما كان بها تاثير، اي تكريت وبغداد ما كان بها ذاك التاثير. فاحنا نتوقع يعني حتى هذا الصيف القادم نتوقع هسه بالايام المفروض هسه بدايه الشهر ربع الاخير من الشهر الخامس هم تبدا المفروض المنخفضات الموسميه، ولكن الحمد لله والشكر. نعم. دلاحظ يعني بموضوع الغبار والاتربه العواصف الترابيه اتوقع انه هي تقلل من درجه الحراره المتوقعه، وهذا راح يصير بها مضره للبعض لكن بها فائده لصالح خلينا نقول المجتمع بتقليل درجه الحراره. هي فقط تقليل درجه الحراره، يمكن اعتقد بعض المواضيع تساعد على عمليه الاكسجين للمزروعات، تساعد. نعم. على قتل كل بعض الحشرات، بعض الحشرات الميكروبات اللي تاثر على الانسان، يعني بها مضار. هسه حتى هذه الامطار، هذه الامطار هي امطار خير على كل بس بعض الاخوه المزارعين يشكوا من هذه الامطار بسبب موضوع حصاد الحنطه. هذا الموضوع. نعم. زين. هاي المحاصيل هي تضر بشكل عام، لكن اكو طرح على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل اكبر بانه لها علاقه هذه المنخفضات والامطار ما بين امطار الامارات اللي شاهدناها وكذلك بعمان وسيول اللي حدثت، ممكن العراق يتعرض الى مثل ما تعرض الى الدول المجاوره او لا؟ شوف حقيقه يعني حتى بعضها يعني تعتمد على الموقع الجغرافي. بعض المناطق شوف هسه احنا حتى من تصير عندنا حتى العواصف الرعديه مو مثل باقي الدول اللي مطلعه على البحار واللي تتاثر بهذه المنخفضات، حتى بالهزات الارضيه. فعلا الزلازل، حتى بالهزات الارضيه الزلازل، وادي الزلازل. شوف احنا حتى موقعنا الجغرافي بعض الاحيان حتى اذا صار عندنا هزات ارضيه او ما شابه ذلك تكون خفيفه حتى وان كانت محسوسه بس ما مؤثره. بس بعض المناطق القريبه من الدول الجوار قريبه جاره ايران ولا تركيا لا تاثيرها يختلف، موقعها الجغرافي يختلف. احنا مثلا محددين حتى مناطقنا الزلزاليه محددين، مثلا محددين مثل عندنا المثلث نسميه مثل سليمانيه كمان خانه الجبال وغيرها، هذني القريبات من الشريط الزلزالي نعرفها، ذني احنا مشخصين بين فتره وفتره يصير عليهم زيارات دوريه. فشغله المناخ نفس الوضعيه، بعض هسه شوف بعض الاعاصير اللي تصير بامريكا وغير امريكا وصار بليبيا،
شوف القريبين من البحر المتوسط، القريبين من البحار، قريبين من المحيطات، تصير هاي الفوارق الحراريه اللي تصير داخل البحار والمحيطات تصير تاثيرها واضح عليهم. بس احنا نقول لك موقع جغرافي، لا الحمد لله والشكر العراق يعني حتى نوبات بعض الاحيان من تصير بالدول الجوار هذا ما تاثر علينا، ما تاثر علينا، احنا نقول ما تاثر علينا، بس نوبات بعض الاخوه في صفحات التواصل الاجتماعي يهولون بعض الامور. ليش هسه يعني حقيقه يعني من خلال قناتك الموقرة بدأت عندنا مرحلة جديدة بالأنواع الجوية. التوجه إلى القانون بخصوص الأخوة اللي يتكلمون بالأنواع الجوية. يعني صارت يعني صار يعني بصراحة صار يطلعون عن الطريق الحقيقي، احنا ما مسموح لاي شخص يتحدث بالانواع الجويه غير الجهه الرسميه للانواع الجويه اللي تمثل الدوله العراقيه. اذا اجيت بالسؤال اللي انا اريد اساله، احنا اليوم عندنا كل تليفون موجود بموضوع الوذر، فممكن انه احنا ندخل على هذا التطبيق او هذا الابلكيشن نعرف شنو الجو اليوم، كيف راح تكون درجه الحراره من الساعه الفلانيه الى الساعه الفلانيه، هل هذا الشيء مضبوط فعلا؟ فعلا احنا عندنا اعلام الانواع الجويه على الفيسبوك، عندنا على التليجرام، عندنا على الانستغرام، انا تليفوني مفتوح 24 ساعه. لا انا اقصد على الابلكيشن الموجود الوذر موجود يعني موجود بالهاتف موجود. هذا اذا ادخل لاني حاليا احنا حد الان ما عندنا تطبيق على الهاتف حتى لان اي بس كصفحات رسميه موجوده عندنا موقع رسمي. يعني حاليا يعني هسه ممكن تكون درجه حراره 27 درجه مئويه، هل هذا هو من ضمن المنطقة الوسطى لو الشمالية ده يقرأ؟ لا أتوقع أنه إحنا بمناطقنا يعني إيه نقول أسا نقول مثل المنطقة الوسطى يعني وقرب عليه من 28 إلى 33 درجة مئوية اليوم المنطقة الوسطى تقرأ. لا هذا إحنا عندنا تسجيل الحالة الجوية المتوقعة الصبح وتقريبا بعد الساعة 3 عندنا نعم أكو توقع لسقوط درجة أمطار يعني سقوط الأمطار الساعة 11 صباحا يعني أكو توقعات موجودة. بعض الأخوة إحنا ما نحدد يعني إحنا نقول مثلا بعد الظهر او تساقط امطار مثل فصل لتساقط امطار مثل في المناطق الشرقيه من المنطقه الوسطى. لانه بعض الاحيان المواطن احنا نقول مثلا فرصه لتساقط امطار على المنطقه الوسطى. مثل مطرت مثلا بغداد ابو كربلاء يقول يا بشوف تقدر تقول منطقه وسطى وما مطره، احنا عندنا مثل ست سبع مناطق فاحنا ما نحدد المحافظه نحدد الوسطى. وفي اي محافظه من المنطقه خلاص خير ان شاء الله. ان شاء الله. الاستاذ عامر الجابري شكرا جزيلا لك، نورتنا في برنامج الفرات داركم، ان شاء الله اتمنى لك التوفيق وجو صح ان شاء الله دائما. ان شاء الله ان شاء الله. بس احنا حقيقه يعني ما نزلنا بين ماكو امطار فباقي ان شاء الله. ان شاء الله نتامل الخير. ان شاء الله. نعم. إذا ننتقل إلى النجف الأشرف حيث زار محافظة النجف الأشرف السايلو الموجود هناك في موضوع يعني حصاد الحنطة وأيضا استقبال الحنطة من قبل الفلاحين، تفاصيل أكثر خلينا نشاهدها بالتقرير التالي. We'll be right back.
رجعناكم أعزائي المشاهدين بعد مشاهدة هذه اللقطات لمحافظة النجف وبزيارة إلى سايلو. مهم جدا اليوم حقيقة لاحظت شغلة أنه محافظ النجف هو شاب. هاي رسالة إلى كل الشباب ممكن يكونون بممكن مركز القيادة ويكونون مقدمة المجتمع إن شاء الله. أكيد هذا شيء يعني موضوع مهم جدا بما يخص الفلاح العراقي يستفاد من عنده في موضوع يعني كيف أنه اليوم بعد حصد للحنطة ويحتاج إلى أنه الأشخاص المهمين بهذا الموضوع اللي هم بالدولة أو بالمحافظة كيف يستقبلون يعني الحفاظ على هذه الحنطة بدون ما أنه تروح للتجار وتضيع حصة الفلاح. احنا اليوم كثير من المواضيع اللي راح نتناولها وكثير من الجولات المهمة شنو عندك يا علي؟ يعني اكيد المحاصيل هي مهمة جدا تكون، وبالتالي اليوم لما جمعها وشاهدنا فرحة الفلاحين ما بيناتهم لما يجمع هذا المحصول ودلالة على انه تعب سنين راح يشوفه من خلاله من خلال هذا المحصول. اكيد. إذن خلي ننتقل لسجاد الخاقاني زميلنا من محافظة النجف الأشرف. صباح الخير والعافية عليك يا سجاد. صباح الخير أمنا وعلي. صباح الورد. أهلا ومرحبا بكم. صباح الخير. اليوم الجو صباحي من سايلو النجف ومع يعني مع بداية عملية تسويق الحنطة والشعير هذه المحاصيل الاستراتيجية. تعرفون جيدا مدينة النجف الأشرف واحدة من أهم المحافظات اللي ترفد المواد الغذائية من خلال المحاصيل الموسمية هنا في مدينة النجف الأشرف. مثل ما شاهدون هذه صورة واقعية حقيقية تكون في سايلو قضاء المناذرة اللي يعني لعملية التسويق والاستلام والتسليم ما بين الفلاح وما بين يعني الجهات المعنية. هنا صورة متكاملة لعملية التسويق الحنطة من يعني هذه مراحل. إن شاء الله نتحدث وإياكم مع مدير الفرع أستاذ أحمد جميل، حياكم الله وصباح الخير في برنامج الفرادة. الله يحفظكم. صباح النور عليكم. الله يحفظكم. اليوم يعني يعني تقريبا شو وقت بدأت عملية التسويق تقريبا؟ أنه سمعنا قبل أسبوعين من هذا الموعد. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت عملية التسويق في محافظة النجف الأشرف اعتبارا من يوم 14/4. نعم. واستمر العمل بوتيره متصاعده وبلغنا الذروه في المحافظه. يكون دوام الموظفين على مدار الساعه 24 ساعه حسب توجيهات الإدارة العامه متمثله بالسيد مدير عام الشركه العامه لزراعه الحبوب الدكتور حيدر نور القرعاوي المحترم. اليوم نتحدث عن المراحل تدخل المركبه هذه السلسله وصولا الى هذه المكان الى عمليه التفريغ، شلون تكون اليه الدخول المراحل المختبر هذه التفاصيل؟ طبيعة يتم تنظيم الدور خارج الموقع من قبل موظفينا. نعم. وإدخال السيارات حسب نظام الدور. نعم. مسجلة بأرقام. تجري عملية سحب النماذج من قبل فاحصينا وإجراء عملية تحليل مختبري، وعند ظهور نتيجة الفحص أنها ناجحة بعملية الفحص تجري عملية الوزن لها ومن ثم توجه الى المخازن لغرض سجاد حاب اسالك وبعدها اجراءات يعني وزن الفارغ واصدار مستند استلام مخزني وخروج السياره. نعم نعم علي اسمعك. نعم سجاد. نعم. اريد نتحدث بصوره عامه عن زياره المحافظ الى سايلو فرع النجف، يعني شنو اللي اضافته هذه الزياره؟ شنو شاهده من خلالها مثلا الانتاج؟ كم كانت نسبه الانتاج؟ ووصف هذا الانتاج هو من الممكن تقدم ام تراجع عن السنه القادمه او السابقه عفوا. يعني واقعا كنا في صحبه مع سياده المحافظ الى سايلو المناظره قضاء المناظره هنا للاطلاع على واقع عمليه التسويق والاستلام، كذلك يعني كان قريبا من الفلاحين ليستمع الى يعني الى مشاكلهم الى ما يريدون من تسهيل وانسيابيه داخل هذه المراكز المهمه لعمليه التسويق، اضافه ان هناك تعامل وتعاون مشترك ما بين الحكومه الاتحاديه وما بين الحكومه الاتحاديه في عمليه التسويق وما بين الحكومه المحليه، اضافه ان هناك يعني تعاون مشترك ايضا كذلك ما بين السايلو اداره السايلو وما بين المحافظ، كذلك هذه يعني انطباعات ايجابيه تنعكس على هذا الموسم باعتبار هذا الموسم يختلف تماما عن الاعوام السابقه، يعني اكيد يعني يشاطرني الراي استاذ احمد في الموسم السابق وصولا الى هذا الموسم الحالي، هناك مفارقه ربما يعني تحصل للايجابيه بشكل كبير في هذا الموسم.
ان شاء الله. احنا طبعا اضافه الى ما قلناه انه يتم تنظيم الصك مباشره الى المسوق، يعني في بدايه التسويق نفس اليوم يتم تنظيم الصك واعطاء المسوق ومن ثم توجه المصارف. يعني اللي شفناه السيد المحافظ اليوم بمتابعه ميدانيه لوصول هذه السايلوهات وتقديم ايضا الصكوك، يعني اليوم يسلم يفرغ اليوم، يوم غد ان شاء الله يستلم الفلاح. هذه السرعه لربما تكون يعني جديده على الواقع الزراعي، على عمليه التسويق. الا تعتقدون ان هذه اليوم اختلاف نحو ايجابيه الواقع الصحي داخل مدينه النجف؟ نعم شطيبي، هاي راح تنعكس انه الفلاح دائم للفلاح انه ما راح يبيع للتاجر مثلا، راح يجيبها مباشره الى مخازن وزاره التجاره لاستلامه واستلام مستحقاته مباشره. وهذه الجهود طبعا الحكومه متمثله بالسيد رئيس الوزراء والسيد وزير التجاره والسيد مدير عام الشركه العامه لجهاز حبوب. نتحدث اليوم عن الحنطه شوي، خليني نجي اللي جاي سامر وياي. اليوم هذه الحنطه هل هي بها احجام مختلفه نشوفها احنا مثلا، او هي مثلا؟ نعم نعم اسمعك امنه. نعم سجاد، يعني بموضوع انت اليوم لمست الحنطه بايدك وشفتها شفت نظر، لكن انا اللي تابعته من خلال اللقطات اللي كانت زياره المحافظ لاقسام معينه لتفحص نوعيه الحنطه وجوده الحنطه، اريد اعرف كيف كانت يعني جوده الحنطه لهذا السنه؟ هل هي مصابه بامراض معينه بفطريات، ام كانت الجوده عاليه اكثر من السنوات السابقه؟ استاذ احمد امنه تتساءل حول نوعيه الحنطه، اكيد تخضع الى المختبر، بالتالي يعني تخرج بجوده عاليه. هذا الموسم يعني يختلف عن سابقاته مثلا من ناحيه مثلا العوامل للواقع الزراعي، من ناحيه السماد، من ناحيه المواد الكيميائيه، هذه اليوم احنا نشوفها ساعدت بجوده المحاصيل الزراعيه وخصوصا هذه الحنطه. اليوم نشوف عمليه الرفض قليله جدا، نشوف الاستلام نسبه عاليه. هذا اليوم تشوفونه يختلف عن الاعوام السابقه من حيث جوده الحنطه. نعم، دعم الفلاح من خلال السماد والمكافحه في الحقل راح يؤدي الى عدم رفض الكميات، راح تجيب نوعيه جيده من المحصول، وتجري عمليه الفحص بفحص الشوائب والرطوبه والوزن النوعي، ومن ثم ذلك اعطاء النتيجه للمسوق انه هل هي فحص عفوا هي بخصم ام بدون خصم. السعر يعني يختلف حسب نوعيه الخصم يعني بالنسبه للحنطه. يعني تقريبا العام السابق ايش قد كانت القدره الاستيعابيه للسايلو؟ ايش قد كان الوزن تقريبا وصولا الى هذا العام؟ نعم سجاد، العام السابق كمحافظه النجف الاشرف استلمنا 181,000 طن. حققنا الاكتفاء الذاتي في المحافظه. سجاد اذا كنت تسمعني شكرا جزيلا لك، يعني كنت معنا في برنامج الفرات داركم، نتمنى لك يوم سعيد ان شاء الله. قبل قليل تجهيز المطاحن في نفس الموقع، يعني ان شاء الله الموسم الحالي ان شاء الله راح نحقق زياده عن العام السابق ان شاء الله تعالى. شكرا جزيلا. اكيد زملائي اليوم من سايلو النجف الاشرف وعمليه التسويق في هذه المحافظه المهمه، شكرا جزيلا لكم. نعم سجاد شكرا جزيلا لك مرة أخرى، يعني وضعتنا بالصورة، وإن شاء الله نتمنى موسم إن شاء الله رائع لكل محافظات العراق إن شاء الله. شكرا جزيلا لك، يوم سعيد عليك إن شاء الله. يعني حقيقة آمنة يعني ابتسام ما شفناها اليوم، مجرد أنه لمحة وطلعت، معقولة رايحة تتريق لو عايفتنا لو شنو؟ لا والله أتوقع أنه هي رايحة تتريق، عاجبة تتريق برا، تعرف ريوق برا يختف عن ريوق البيت. ما عاد خليني نسألها. ابتسام صباح الخير. صباح الخير والعافيه عليكم زملائي علي وامنه، طبعا غصيت عليكم، حرصت ما تريق الا انقل لكم هذه الجوله، واحنا اليوم بالتحديد بمنطقه الاعظميه بسوق الاعظميه الكبير، طبعا احنا كمقدمين خلاف حجي سعدون بالضيم هو البارحه ريقنا، فاليوم اني راح اتقصد ادخل لهذا المكان حتى اشوفكم فد اجواء خاصه، اجواء صباحيه جميله جدا. خلينا نتعرف عليها وان شاء الله اجيب لكم صاغه وياي لا تتريقون.
تمام ننتظر ايش لعبه على الغداء. على الغداء راح يصير لي مو ريوق. صباح الخير والعافيه. صباح النور. حياكم الله. الله يحيي اصلك. الله يخليك. الله يحفظك. شكلك مو غريب علي، اني شايفتك على مواقع التواصل الاجتماعي حضرتك. انشر على تيك توك وعلى انستا وانشر على الفيسبوك. استاذ حضرتك بالخير، اسم حضرتك؟ قتيبة قيس جاسم. استاذ قتيبة، نعم. يعني ما شاء الله نشوف محلك عامر بجبن اليوسفية، جبن الطارمية، انواع العسل، دبس الرمان، احكي لنا عن هذه المنتجات. منتجاتي كلها عراقية، يطلع من عندها بس زيت الزيتون سوري، والباقي كلها عراقي، كل العراق المصغر يمي. عندي جبن طابع، عندي طرشي مال الشفا مال الموصل، عندي جبن من الطارمية، عندي جبن من اليوسفية، عندي جبن من ابو غريب، عندي قشوة مال الموصل، القيمر شغلنا، قيمرنا يعني فول صافي، هسه فجأة تجينا شي صينية هيك ما ينقلب، يعني بدون دهن قيمر صافي خالص، ومو تقولين جامد. انا راح اسبقكم شباب، انا راح اتريق قبلكم. زين الله يسلمك ويعزك، شنو الفرق بين القشوة والقيمر عرب؟ واحدة اطيب من الاخ، الله يشهد، هذا هاي قشوة مال غنم. يعني درجة أولى شلون نقول حليبها خالص 100%. أسعارك شلون؟ أسعاري أنا أكو عالم تقتنع بيها وأكو عالم ما تقتنع. هسا أنا جبت شغلتين، جبت الجبن أبو 6000 وجبن هذا 8، يعني فرق دبل. أكو عرب يعني هاي خلي العالم تعرفها، أكو عرب ترعى بالحلال، يصير قدامها كل حشيش عاقول قصب يوقف ياكل، وأكو عرب رابطة حلالها الذب يما علف اللي حنطه والشعير والتبن والجد. يعني المواشي المدلله طبعاً يختلف سعر جبن، حتى منظرها يختلف. حتى منظرها يختلف، يصير درجه اولى 100%. والطعم فد مره، مو هيك الطعم، مو تقولين شويه وبس. زين هذه بالنسبه للاجبان، اذا اذا تعرفنا على اسعار العسل اخ قتيبه. الله يشهد، وطي طريقه زين، انطي طريقه مال اختبار للعالم، اضبط كل الدرجات. هسه العسل انا عندي كيلو ب 30,000 دينار، برسيم وقداح وكالبتوز، بس السدر ب 40. واللي يريد ياخذ عسل واللي يعرفه اصلي لو مو اصلي يحرقه، يشيل بالخاشوقه مال الشاي كتجربه يعني. يشيل بالخاشوقه مال الشاي، يدير على الخاشوقه مال الاكل ويحرقها بالنار. قبل فتره يعني على مواقع التواصل الاجتماعي احد الاشخاص ناشر انه 3 كيلوات عسل ب 15,000، شنو مصدره هذا؟ ايش خابط؟ لا احتمال ايراني، لان شو اسمه جبال ايران قريبه على الشمال، وهذا الشيء انا شفته هناك. اكو يعني اكو اسعار، اكو 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 اي، بس مو يعني احتمال مو واصلين، مو خالص 100%. زين اسعار دهن الحر شلون؟ الدهن الحر عندي دهن حر مال بقر نمبر 1 على الفحصان، حتى ويا المشتري اللي يجي يشتري متفق وياه، ياخذه ما يعجبه يقبغه يرجع، لان دهن حر مالتنا ما اريد يعني ابالغ وفلان وفلان، اهل الحلويات ياخذون من عنده والمطاعم. كيلوات هسه هاي الكيلو ب 18,000. هسه هاي كيلو عدل ب 18، وهاي نص كيلو ب 9، وهاي شويه اكثر من الربع، لان يعني هي ربع كيلو ب 4.5، احنا نخلي شويه اكثر من الربع حتى تصير ب 5,000. هذا عليها سحب، عليها اقبال. خير من الله. انتم يعني تجون العصر تشوفون الحركه مالتنا وشوفون شغلنا، الحمد لله وشكرك، وعالم تتعنى لي الله يشهد محافظات، وجوني عالم من السويد وجوني عالم من قطر، فحتى ناشرهم من يجون يسوقون ناشرهم. اللي برا اول شغله يريدها او اول منتج يريده شنو؟ قبر على جبن الطارميه، وامانه الله خلي هاي قدام المتابعين، امانه الله برقبتي. اكو عالم هسه بشارعنا وما اريد يعني اشوه اسماهم، انا جبن الطارميه ملتزم وياهم بسلف للعرب، ناطي سلف فما يبيعون لغيري. هم حاطين قطع يبيعون جبن مال طارميه، او حاط قطعه يكتب شو اسمه جبن. انت مسيطر لان مضبط. مسيطر انا اعرف ما اعرف، واللي يجي ياخذ من عندي جبن، وهم يعني حتى صفحاتنا يشوفون تعليقاتها. فاكو جبن اكو عالم ما تخاف، والله اني الحمد لله والشكر اشتغلت عدل، سبب نجاحي صار كل مو بس اني. اتابع اكو هوايه محلات، كل من يشتغل عدل ويخاف الله ويجيب الشغله الزينه ينجح. والله يرزقه يرجع عزيان، ما يرجع على فشي مو زين. شنو الفرق هسه؟ نعم ابتسام. نعم ان شاء الله صحه وعافيه، وان شاء الله اللي تاخذينه ان شاء الله نعطيكم رايكم اليوم، والله ننزلكم صمون. شكرا جزيلا لابتسام وضعتنا بالصوره. عمي كلكم رايكم اليوم الله يشهد علي رايكم. مطاعم لو شو نسميها؟ وانتم تجربوا وانتم تشوفوا حكم عجيب ابو السته مال ابو غريب وعلى مال يوسفيه وعلى مال الطارميه حليب الطارميه لشراء الاجبان.
هذا الشيء مهم. احنا اليوم نحتاج انه مصداقيه في البيع بموضوع الجبن ولا الجيمر ولا العسل او حتى الدهن الحر. يعني مهم جدا. اليوم حقيقه حلقتنا كانت ثريه. محافظاتنا كلها تعرفنا على بعض المحافظات، ان شاء الله كل محافظات خير وبركه. اذا اعزائي المشاهدين وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على امل ان نلتقيكم في حلقات قادمه. في امان الله.